بذكر السيرة النبوية وبالقرآن الكريم صدحت حناجرهم وظهرت هممهم وعزيمتهم في التعلم واشرأبت اعناقهم نحو مستقبل جديد. هم أطفال في عمر الزهور اختاروا أن يقضوا العطلة الصيفية في ربوع هذا المركز المنضوي تحت جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة. هذه جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس تقريبا أعرق جمعية في الجمهورية التونسية تأسست 1968 للقيام بتحفيظ كلام الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الأخلاق الفاضلة النشاط الصيفي للأطفال وبكورة الإنجازات للهيئة الجديدة برئاسة الشيخ الفاضل سي عبد العزيز لوكيل آه، اللي تبنى هذا تبنيت هذا المشروع مشروع النشاط الصيفي للاطفال وفي الواقع يعني عنده ارهاصات وتاريخيه بديناه اول اول تعمل يعني في مركز البرجي مع دروس متفرقة للأطفال في صائف الصائفة 2010-2011 في السنة الماضية حاولنا باش نطوروا هذه هذا النشاط الصيفي كفكرة وأداء وسعينا إلى تقسيمه إلى وحدات منذ السنة الماضية النشاط الصيفي متاعنا هذا يبدأ من 24 24 جوان وينتهي إن شاء الله إلى 2 أوت 2013 حوالي في هذا في هذه الصيف هذه قبلنا 638 تلميذ والطفل ناخذوه من عمر اربع سنوات الى سن 13 سنه. تجويد القران الكريم، سيره الانبياء، الفقه، كلها مواد تدرس في هذه الجمعيه، هدفها ترسيخ حب الاسلام لدى الناشئه وتربيه جيل جديد على اسس القران والسنه. المنظوين تحت الجمعيه المشاركين قرابه العشرين 20,000. المشاركين معناها السنه قرابة تسعة اللي معناها قراه وحفظه منهم من حفظ كلام الله سبحانه وتعالى الكل منهم من خذ الجو... معناها نجح في التجويد وليدات صغيرات خاصة النساء بارك الله فيهم ساء معناها أقبال منقطع النظير وهذا يفرحنا لأن اللي مش يقوموا على تربية أولادهم إن إنهم نساء اللي كلام الله سبحانه وتعالى حافظة تجويد عندي توسنة تحضيرية وحافظة أربع أحزاب سلوكيات يومية اكتسبها الأطفال من خلال مواكبتهم لهذه الدروس الدينية واحتكاكهم بأساتذة كرسوا جهدهم ووقتهم لهذا الجيل بالنسبة للمادة الهدي النبوي في طريقة تدريسها حبينا تكون طريقة تاخذ بعين الاعتبار حاجيات النفسية للطفل شي معناها معناها ندرسه بطريقة مش تقليدية الفكرة انطلقت أن نحاولوا باش نجبدوا الصغيرات للجمعية كيفاش عن طريق انه نقريهم بطرق اه جديدة عندي زوز صغيرات بنتي الكبيرة عندها تو سنة عام في المركز البرجي أه وبنتي سنة زادة سنه اولى دخلت لهني أه يجيو لهنا يحفظوا القران ويذكروا ربي ويحفظوا كذلك الاذكار اليوميه اللي تهذب اخلاقهم وتعلمهم باش يذكروا ربي ملي هما صغيرات أه اضافه لذلك الصغيرات يقوموا بكري أه يمشيوا للجمعيه ويعملوا اصدقاء وكذلك يعني أه تغير حياتهم فهمت عندي ثلاثة صغيرات عندي الكبيرة عمرها 11 سنة تقريبا ملي بدات تنطلق النشاط الصيفي فيها منذ ثلاث سنوات بدات تو عمرها 11 سنه وعندي زوج بنيات من عام الاول عمرهم سبع سنين تواما والحمد لله النشاط الصيفي مهم برشا على ما تم عن الكلمه حتى ما يقوموا بحفظ القران يقوموا بالاحاديث يقوموا الصباح ناشطين في العاده يقوموا يعني الايام البقيه ما يقوموش في الموعد يقوموا اخر شوي لكن وقت لهم نشاط صيفي ونشوفوا نقراوا الجمعيه يجوا يجوا فرحين برشا تقنيات حديثة في هذا المركز وفي المراكز الأخرى استعملت كمنهجية أساسية للتدريس غايتها التقرب من التلميذ وخلق جو من التفاعلية بينه وبين المدرس أنا التو في الفيديوهات نتاعنا ديما الاسلام جمل وخيمه وهو مش صحيح الاسلام الاسلام اعلى الاسلام يواكب سبحان الله العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا اطلبوا العلم من المهد الى اللحد والرسول صلى الله عليه وسلم ربي قال له وقل ربي زدني علما والادوات هذوما اللي يقوموا عليها الناس بارك الله في المتطوعين الكلهم كما قلت لك، كلهم متطوعين من الكبار للصغار. تو احنا عملنا لعبه الغاز هذا يعمل يعني بالاشارات واحنا لازم نطلع الغاز معناتها في حتى متفردات وتنميه المخ العقل وزاده فما مثلا تقرا تنفع مثلا توصيلة الرسول تتعلم السنن. تتعلم منه برامج متنوعه وهادفه من شانها ان تهذب ذوق الطفل وان تملا فراغه الى جانب العديد من الانشطه الاخرى التي تسقل مواهب الطفل والتي تساهم في خلق جيل معتدل ومنفتح على الاخر